فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من أوقف مصاحف أو أجرى ماء أو وزع كتابا يعتبر هذا من أمور الوقف؟ نعم، هذا من أمور الوقف النافعة، وقف الكتب على طلبة العلم ينتفعون بها ولا يخرجونها من مكانها، لا بأس، هذا شيء طيب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.